Dillerde hasretin var, yürekler aşkınla çırpar. Sensiz dünya bizleri da serem sana iyi duduya. Sensiz dündekler deva, gütlerdin lüksilun sita. Jalan sana. أنا اسمي نجلاء مازن حميد. بدايتي كانت أني أنشد وأغني لوطن فلسطين، وكنت بالروضة. كانوا هم أول واحدة اكتشفتني هي معلمتي، بعدين صرت أنا دايما أستمر وأغني دايما في المدارس، وصاروا يتعودوا علي دايما يحكوا لي أنت دايما بدك تغني. وكنت بغني بالروضة وأنا صغيرة، أنا عمري 6 سنين. كنت أنا بس بغني، بس بنشد بغنيش. مين شجعك؟ شجعوني ماما وبابا، كانوا هم يكتبوا لي الأغاني وأنا أحفظ. كنت قاعدة على الكمبيوتر أضل أردد ورا اللي بغني وأحفظها، بعدين أروح أغنيها. وكنت أغنيها بشكل رائع، وكنت أختار الأغنية المناسبة لصوتي، أختار أناشيد صغيرة، أختار أناشيد لصوتي. لماهر زين، بغني لماهر زين ولا مي الشلش. يا أولى القبلتين وثالث الحرمين، يا أولى القبلتين وثالث الحرمين، وستبقى قبلتنا الأولى للأقصى المبارك حولا، وستبقى قبلتنا الأولى للأقصى المبارك حولا. فلسطين العربية فلسطين. نجلاء هي من الخمس الأوائل اللي ممكن يفوزوا في نهاية المطاف في مسابقة الأصوات أطفال غزة غازا كيدز فويس. ويعني بصراحة نجلاء تميزت تميزا واضحا رغم صغر سنها، في أدائها، في انسياب حركاتها، في صوتها الجميل، مقامات صوتها العالية. يعني رغم عمرها الصغير 9 سنوات، إلا أنه هي تفوق من يغني وينشد بعمر 16 و17 و18 سنة. كل تجيد كل الألوان، تجيد الصوت الرفيع، الصوت القوي، الصوت الجبلي، كل الأغاني، كل الأناشيد. يعني بصراحة لجنة التحكيم جربتها في أكثر من 8 أغاني بألوان مختلفة، وكلها يعني ضبطتهم بشكل كويس ومرتب وجيد. فاحنا متفائلين في المسابقة، يعني بعد 10 أيام تقريبا من الآن، ويعني وإلكم سبق في وكالتكم، إنه نقول إنه نجلاء ممكن تكون من الفائزين أو الفائزة الأولى، على حسب يعني هذه رأي اللجنة.